الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين يا رب لما تحب وترضاه. اللهم نورنا بأنوار نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واختم لنا بخادمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم فصل في أحكام صلاة الاستسقاء، فصل في أحكام صلاة الاستسقاء، وهي غير مشهورة عند المصريين خصوصا بعد السد العالي. يعني كان قبل السد العالي يمكن مذكور في تواريخ الأزهر، كان بيحصل أحيانا نقص في الفيضانات وجفاف، فكان المصريين يصلوها أحيانا في مسجد عمرو بن العاص، ولكن بعد بناء السد العالي أصبح في مخزون من المياه كافي، فأصبح المصريين نادرا ما يشعروا بنقص الماء الموجود في بلاد كثيرة مثل ليبيا مثلا. أحيانا يصلوها في جزيرة العرب في الأراضي الحجازية يصلونها، يعني في البلاد التي تعتمد أساسا على المطر. ولكن ممكن برضو يحصل أي نوع من احتياج الماء، ولو حتى ملوحة الماء، يعني يصير مالحا بعدما كان عذبا، فهنعمل ازاي؟ هنحليه ازاي؟ نصلي استسقاء. يعني أحيانا يصعب تحليته، أو تجف عين، تبقى في عين ماء كبيرة وكثير من البلدان تشرب منها، فيحصل فيها جفاف أو نقص في تدفق الماء منها. يعني مش شرط طلب السقيا يعني من السماء، قد تكون حتى لجفاف عين او قلة الماء فيها او شيء من هذا، او قلة جريان الماء في النهر او شيء من هذا. يعني هو طلب السقيا من الله عز وجل عند الحاجة، عند الحاجة. يقول في الهامش: فصل في احكام صلاة الاستسقاء، اي طلب السقيا من الله تعالى. طبعا ده تعريف طلب السقيا من الله، لكن التعريف الشرعي عند الحاجة. وصلاة الاستسقاء مسنونة، يعني حكمها سنة وليست واجبة، لأن ممكن تطلب الاستسقاء بمطلق الدعاء من غير ما تصلي، تقول اللهم اسقي وتكثر من الدعاء. ممكن تطلب الاستسقاء من الله بأنك تكثر من الصلاة على النبي يفرج بها الكرب مثلا، يعني في وسائل كثير، أو تتصدق أو شيء من هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا كيفية أيضا مخصوصة زائدة على مطلق الدعاء، وزائدة على مطلق فعل الخيرات وغير ذلك. وعشان كده حكم هذه الصلاة المخصوصة لهذا السبب أنها سنة مؤكدة، لأنها تعمل في جماعة، وإن كان يجوز صلاتها فرادة إلا أنها تصلى جماعة كصلاة العيد، يصلوها جماعة كصلاة العيد. وصلاة الاستسقاء مسنونة، يصلوها طبعا في الخلاء، في الخلاء وفي البراري، عشان عايزين المطر ينزل، يعني مش مناسبة أنها تصلى في المسجد، بخلاف صلاة العيد تصلى في المسجد الأفضل إن اتسع، وإلا الخلاء إن لم يتسع المسجد. على مذهب الشافعية المسجد أفضل في صلاة العيد من الخلاء إن اتسع للناس، وإن لم يتسع فالخلاء ليسع الناس. أما الاستسقاء فتصلى في الخلاء، بل يخرج معاهم كمان البهائم والأطفال والشيوخ والصبيان، كله يخرج. درجة يقول لك البهائم كمان تفرق بينها وبين أولادها عشان تقعد تنهق وتنعر وتعمل جلبة، والناس تصلي في هذه الجلبة، عشان كأنه كله بيطلب إيه؟ السقيا.
شوف قد ايه كل ده مطلوب، لان ربنا يمكن ينظر لنا نظر رحمه من اجل مثلا هذه البهائم، ان لم كنا نكن نحن نستحق، فالبهائم لا تعصي ربها على الاقل. وصلاه الاستسقاء مسنونه لمقيم ومسافر عند الحاجه. طبعا لمقيم ومسافر وحر وعبد ورقيق وانثى وذكر نفس الكلام بقى، تكمل بقى عند الحاجه يعني عند الاحتياج، من انقطاع غيث اللي هو مطر او عين او عين ماء ونحو ذلك. وتعاد صلاه الاستسقاء ثانيا، افرض صلينا وما جاش المطر ولسه محتاجين، نعيدها ثاني ما يجراش حاجه، واكثر من ذلك يعني اثنين مرتين ثلاثه اربعه ما يجراش حاجه، ان لم يسقوا حتى يسقيهم الله. ازاي بقى؟ هيبتدي بقى يقول فيأمرهم ندبا الامام، يعني يستنى للامام، امام المسلمين اللي هو بيحكم المسلمين، ولو حاكم ذي شوكه في قطر من الاقطار، مش شرط يبقى الامام العام الخليفه، افرض في قطر من الاقطار واحد كده استولى على الحكم ايه بالقوه والقهر وصار هو الحاكم، فبرضه لو امرهم برضه ايه يصلوا، لازم يلتزموا بامره علشان الناس بوجود الحاكم اقوى منهم بدون حاكم، فما يجراش حاجه. صحيح هو لما يتغلب على الحكم بـ بـ بالقهر والغلب ياثم، لكن يستقر الحكم في يده، ويجب على الناس تسمع كلامه عشان تنتظم حياه الناس. فيامرهم ندبا الامام، ندبا يعني استحبابا، الامام ونحوه، يعني ايه من كان نائبا عنه من قاض او عالم او صالح مشهور في المنطقه او الحي، يؤمر الناس ويقول لهم ايه نصلي استسقاء. يؤمرهم اولا ان يتاهلوا لصلاه الاستسقاء بالتوبه، الاول الناس تتوب الى الله. طبعا التوبه واجبه مطلقا، لكن بامر الامام اوجب، كويس، وقد تكون مسنونه فتجب بامر الامام. يسن التوبه مثلا لواحد لسه بلغ الحلم، ما هو لسه ما عملش معاصي، هيتوب من ايه؟ او واحد لسه داخل في الاسلام جديد، هيتوب من ايه؟ ما هو الاسلام يهدم ما قبل، او لسه جاي من الحج والحج يهدم ما كان قبل، وجاء الامام يامرهم بالتوبه، يبقى ايه تجب في حقهم حتى ولو كانت التوبه في حقهم مسنونه، كويس، بامر الامام، لان الامام بيامر بشيء مشروع، فاذا امر بشيء مشروع وجب ايه الانصياع له. ويلزمهم امتثال امره، يبقى يلزمهم امتثال امر الامام طالما بيامر بشيء مشروع، يبقى يلزمهم، يعني الشيء المشروع لو كان سنه ثم امر به الامام صار واجبا بامر الامام، واخد بالك؟ كما افتى به النووي. والتوبه من الذنب واجبه، امر الامام بها او لا، ويؤمرهم كمان مع التوبه بالصدقه والصدقه والخروج من المظالم، مع ان الخروج من المظالم برضو جزء من التوبه، لكن هو يعني ذكرها منفصله تاكيدا عليها، لحسن تفتكر ان التوبه هي مجرد الندم والاقلاع والعزم على عدم العود، لكن لو كنت ظالم حد كمان ترد المظالم. والخروج من المظالم للعباد، ومصالحه الاعداء، لو انت كنت مخاصم حد، بينك وبين بعض الناس عداوه، بينك وبين رحمك قطيعه، يبقى لازم تصلح هذا كله، لان ده كل ده يؤهلك ان لما تخرج وتدعي ربنا يستجيب. ومصالحه الاعداء، وفوق ده كله وصيام ثلاث ايام متتاليه، كل ده تجهيز عشان بعد كده يطلعوا بقى يصلوا الصلاه يبقوا ارجى للقبول بقى، يبقى هما جايين مؤهلين ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلهم، صائمين متصدقين تائبين، حلوا المظالم فيما بينهم، لان كل الحاجات دي بتحوك بين الرزق. وصيام ثلاثة أيام قبل ميعاد الخروج، فيكون به يعني بالخروج أربعة أيام، يبقى هيصوموا ثلاثة أيام قبل ميعاد الخروج، يبقى يكون به يعني بالخروج أربعة أيام. افرض محتاجين المية أسرع، مش قادرين يستنوا، خلاص يخرجوا على طول ويتصدقوا ويتوبوا بسرعة، ما يجراش حاجة يعني، لكن ده أفضل يعني، دي أفضل الصور، أكمل الصور يعني. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما غير متطيبين،
ولا متزينين، بل يخرجون في ثياب بذلة. يعني كمان في العيد يخرج متطيب متزوق لابس احسن ثيابه، ده في العيد في الجمعة. انما انت خارج تطلب السقيا، انت في ازمة، فلازم تخرج بالافتقار، فتخرج باقدم ثياب عندك، اقدم ثياب عندك تخرج به، علشان تبقى حالك بين الافتقار الى الله مش الاستغناء. وما تتطيبش كمان، يعني دليل الاستعجال والاحتياج الى، زي المحرم، والمحرم بيبقى اشعث اخبر لعل الله يقبله، وعليه اثار السفر والعرق، ولابس ثياب كانها كفن، كل ده يمكن ربنا ينظر اليه نظر الرحمه. يبقى ويخرجون صياما غير متطيبين ولا متزينين، بل يخرجون في ثياب بذلة بموحدة مكسورة وذال معجمة ساكنة، ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل. يعني شوف انت بتلبس ايه وانت خارج تشتغل، الصنايعي بيلبس ايه، والفلاح بيلبس ايه، والجراح بيلبس ايه، الثياب العادية اللي بتلبسها في ثياب مهنتك دي اللي بتبقى لابسها، مش مهتم انت تتشيك، مش رايح حفلة، لا هي دي اللي تلبس، يسموها بذلة من الابتذال، يعني ايه، ثياب مبتذلة. يعني احنا دلوقتي بنقول عليها بدلة، هي يعني بدلة على حاجة شيك، مع ان معناها الحقيقي تبقى الحاجة الايه المبهدلة، لكن هو العرف بيغير ساعة المعنى، العرف يغير احيانا المعاني. واستكانة، هيخرجوا طبعا بالثياب البذلة دي وغير متطيبين وصائمين وتائبين ومتصدقين وفي استكانة، يعني خارجين بجلبة بقى ويتكلموا ويهزروا ويضحكوا مع بعض، لا خارجين باستكانة كده، بخلاف العيد الناس راح صلاة العيد فرحانين بتكبر والدنيا فرح، فهمتني؟ يبقى دي غير دي. واستكانة أي خشوع، وتضرع أي خضوع وتذلل. ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم، ويصلي بهم الإمام أو نائبه ركعتين كصلاة العيدين، زي صلاة العيدين بالضبط في التكبيرات، حتى في التكبيرات، في كيفيتهما من الافتتاح والتعوذ والتكبير سبعا. طبعا التكبير قبل التعوذ، بس الواو لا تقتضي الترتيب مطلق العطف، يعني كأن ايه تكبيرة الإحرام وبعدين ايه بيكبر بعد دعاء الافتتاح التكبيرات السبعة، وبعدين يتعوذ ويقرأ الفاتحة. من الافتتاح والتعوذ والتكبير سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية برفع يديه مع التكبيرات، يعني يرفع ايده، ثم يخطب ندبا، وبعد كده ما يخلص الركعتين دول يخطب بعدها، ويجوز الخطبة قبلها خلافا لصلاة العيد لازم الخطبة بعدها، لكن في صلاة الاستسقاء يجوز قبلها ويجوز بعدها. ثم يخطب ندبا خطبتين كخطبتي العيدين في الأركان وغيرها، لكن يستغفر الله تعالى في الخطبتين بدل التكبير أولهما في خطبتي العيدين. خطبة العيد الأولانية بيكبر 9 مرات، والخطبة الثانية يكبر 7 مرات، في خطبة الاستسقاء يستغفر 9 مرات، وبعدين يقول الخطبة يعظ الناس ويحثهم على التقوى وغير ذلك ويدعو وهكذا، والخطبة الثانية يستغفر 7 مرات مكان التكبير، بخلاف الصلاة ما بيحلش محل التكبير استغفار، تكبير برضه خد بالك. فيفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار 9 والخطبة الثانية 7، وصيغة الاستغفار أي صيغة، إن شاء الله أستغفر الله بس أقلها، لكن في صيغ تانية بيفضلها العلماء لورود ثواب فيها أعلى، زي مثلا الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لأن وارد حديث إن اللي يقولها تغفر ذنوبه ولو كان فر من الزحف أو كانت مثل زبد البحر، مش وارد فيها كده؟ فيبقى دي صيغة قوية، يسموه الاستغفار الأعظم، بيسموه حتى العلماء في كتب الأذكار الاستغفار الأعظم، كويس؟ في غير سيد الاستغفار المعروف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك المعروف. يبقى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وتكون الخطبتان بعدهما،
أي الركنين الركعتين ويجوز قبلهم خلافا لصلاة العيد. هنشوف الحاجات دي في الشرح. ويحول الخطيب رداءه فيجعل يمينه يساره وأعلى أسفله. يجي العباية اللي لابسها الخطيب يروح مش قلبها كناية عن انه ايه يعني على ان حاله ايه رب يعني يريد ان يبدل ان ربنا يبدل حاله، فبيبدل حاله في الظاهر لعل الله يبدل حاله ايه في من الجفاف الى الرخاء، او يشقلبها خالص علشان يبين ان حاله متلخبط، يا ربنا ده انا حالي متلخبط اوعد الهولي بقى، من باب برضو ايه كمال الافتقار. فيلبس يعمل العباية بالعكس، يلبسها على ظهرها ويخلي اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها كان خارج مسغوف. عارف انت لما حد يقول لك مثلا حاجه ابنك مثلا عربيه خبطته نسال الله السلامه وانت قاعد بتعمل ايه؟ بتجر اي حاجه وتروح حاططها ونازل جري، ويمكن تلبسها بالعكس مش كده برضو؟ فايه بتبين هذه ايه الحكايه دي في الصوره دي. نقرا ايه نقف عند هذا ونحاول نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري تعليقا عليه. يقول: وصلاة الاستسقاء مسنونة أي مؤكدة، يعني سنة مؤكدة، لأن في سنن مؤكدة وفي سنن غير مؤكدة، يبقى مسنونة مؤكدة. وإنما لم يقل الشارح مؤكدة لعلم ذلك من طلب الجماعة فيها، لأن لا يطلب الجماعة في سنة إلا وتكون مؤكدة كالعيدين وكالتراويح وكصلاة الكسوف والخسوف، مش كده؟ بكل هذه سنن مؤكده مطلوب فيها الجماعه. نقرا فوق يعني؟ طب حاضر نقرا فوق، احنا الظاهر نزلنا تحت. نقول من الاول: فصل في احكام صلاه الاستسقاء وما يتعلق بها. والاصل فيها، الاصل يعني الدليل، الاتباع. الدليل فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم عملها، هو ده الدليل. واستأنسوا، يعني في استئناس كده من القرآن بقوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. وإنما كان هذا استئناسا لا استدلالا، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ده مذهبنا الشافعي الراجح، إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولو جاء الشرع بمثله. ليه؟ لأن طالما جاء الشرع بمثله يبقى هو ده شرعنا. فهمتني بقى؟ ده رأي الشافعية اللي بيأيده. وبعد العلماء قال لك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي ايه ما يخالفه من شرعنا. واخد بالك؟ في يعني فيها مذاهب في المساله. الشافعيه رايهم لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وان ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح من مذهبنا، لان اذا ورد في شرعنا ما يقرره يبقى هو من شرعنا. خلاص مش محتاجين نقول شرع من قبلنا. وشرعت صلاته اللي هي صلاه الاستسقاء في السنه الثالثه من الهجره. وأقله أقل الاستسقاء طلب السقيا بمطلق الدعاء، وأكمل منه بالدعاء خلف الصلاة ونحوها اللي هي حيث يرجى يعني القبول، تملي بعد الصلاة الدعاء مستجاب، فإيه تحين مواطن قبول الدعاء. فالدعاء مطلقا وممكن الأكمل منه الدعاء خلف الصلاة ونحوها من أذان مثلا وصياح ديك وسحر قبل الفجر بساعة، الأوقات اللي يرجى فيها قبول الدعاء ونحوها كالخطبة والدرس والدروس، يعني الدروس الدينية أو حتى الدروس في العلوم الدنيوية اللي يحتاجها المسلمين، ما هي برضو مطلوبة فيقوم يدعي. وأكمل منه والأكمل خالص بالكيفية الآتية: قوله أي طلب السقيا من الله، هذا تفسير لمعناه الشرعي لكنه حذف منه شيئا، فإنه شرعا طلب السقيا سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليه. وأما معناه اللغوي فهو طلب السقيا مطلقا من الله أو من غيره. أما تقول للواحد اسقيني، ما أنت برضه بتستسقى حتى لو قلت للواحد اسقيني. ففي اللغة طلب السقيا مطلقا من الله أو من غيره. ولو من غيره، ولو احتاجت إليه طائفة من المسلمين برضه، افرض في بلد من بلاد المسلمين محتاجين وإحنا مش محتاجين، عندنا ميتنا، نصلي استسقاء في بلدنا ليهم، لان المسلمين كالعضو الواحد. فهمتني؟ مش نقول ان احنا مالنا، مصر للمصريين، ليبيا للليبيين، تركيا للاتراك. الطريقه الانجليزيه اللي عملوها فينا دي عشان يقسمونا تقسيم حتى يعني معنوي، ويخليك ما تبقاش حاسس بالارتباط العضوي بين المسلمين بعضهم مع بعض بالرغم اختلاف اجناسهم والوانهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على النعره الجنسيه دي
دعوها فإنها منتنة، منتنة لأنها تؤدي إلى التفرق. لكن الوقت الناس عايشة في النتانة، فلازم بقى نطهر أنفسنا من هذا. ولو احتاجت إليه طائفة من المسلمين سن لغيرهم أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم للاتباع، ولأن المؤمنين كالعضو الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، إلا أن تكون تلك الطائفة فاسقة أو مبتدعة على ما بحثه الأزرعي لئلا يتوهم الناس حسن طريقتهم. وأنا ضد الكلام ده. ده الأزرعي هو اللي قاعد يبحث يبحث ويفحر، على عيننا وعلى راسنا أزرعي باشا رضي الله عنه وأرضاه، لكن ده تفريق للأمة، لأن لا يخلو من المسلمين إلا وفي ناس فاعلي كبائر في كل طائفة. ده البيت الواحد، ده البيت الواحد يبقوا إخوات، واحد في منتهى الصلاح والتاني في منتهى الفجر، مش كده برضه؟ فيبقى الحكاية الأزرعي دي عايزين نأجلها شوية، هو اجتهاد منه لكن غير ملزم. يبقى المسلمين كلهم على طول كده تدعي لهم، والإمام بتاعهم بتاع منطقتهم يبقى يقول لهم توبوا إلى الله ما يجراش حاجة. لكن هو الإنسان بفسقه يستحل دمه، طب ما هو هيموت من الجفاف كأنه هيقتل. طبعا مسلمين دي أمة النبي هيشفع فيهم، الشيعة دول الإمامية دول أمة النبي هيشفع فيهم، دول بيصلوا الصلوات الخمس ويقولوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، حافظين القرآن، علماء، لكن ليهم أصول مخالفة لأهل السنة، دي مسألة ثانية، لكن لا تخرجهم عن الملة. لا تخرجهم عن الملة. الشيعة الإمامية لا يخرجوا، الشيعة الزيدية في اليمن مسلمين أمة واحدة، هيحشروا هتلاقيهم واقفين على الحوض بيشربوا زي ما بتشرب، والنبي واخدهم كلهم في حضنه يشفع فيهم، وفاعلي الكبائر والمبتدعة والفسقة والفجرة كل دور مش نبي. ما أصل المسلم مين؟ اللي هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وقبلته الكعبة والقرآن كلام الله، وبيصلي الصلوات الخمس، والشيعة بيعملوا كده. يبقى مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. كنا بنختلف في الفهم دي مسألة تانية، بنختلف في بعض الأصول دي مسألة تانية. احنا بنعتقد اننا اصح منهم، هم بيعتقدوا هم اصح منا، ربنا يحكم بين العباد، لكن مش معنى كده مش مسلمين هم. لا لا، تاخد بالك من الحكايه دي. لا ما خلاص، ما دي عالم ضيقه الافق، في طوائف من اهل السنه كالوهابيه ضيقي الافق، دول معروفين، يجي يقول لك الشيعه دول اخطر من اليهود وما تدعي لهمش وبتاع، دول عالم ضيقي الافق في امور كثيره، فلا يعني تذهب الى مذهبهم. لا طبعا. ده انا في العمره اللي فاتت دي واقف بزور النبي صلى الله عليه وسلم، في العمره اللي في شهر 7 اللي فات ده، في اخر جمادى الاخر، فواقف انا بزور النبي وبكلم النبي، فدخل راجل ايراني كده باين عليه هيئه العلماء بتوعهم، عمامه سوداء وبتاع، راجل وجيه شكله اخر وجيه، وقف جنبي وقاعد بقى بيتكلم بصوت مسموع يسمعه اللي بجواري، لدرجة انه هو قطع عليا فقعدت اسمعه بيقول ايه، فلقيته قال كلمة حلوة قوي، يعني بيزور النبي بعبارة اول مرة في حياتي اسمعها، بيقول له ايه، يا ايها العزيز جئناك ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. شوف الفهم الرقيق للآية، شوف استعمال الآية، فهم علماء. طب انت عمرك سمعت واحد بيزور النبي يقول الآية؟ بس مش جميلة؟ اقتباس من القرآن جميل. ما هو النبي عزيز اهو، وهم كانوا رايحين لنبي وهو ده رايح لنبي. مش كده برضه؟ شوف الاقتباس الجميل، يعني في منهم برضه خير. درجة عجبتني منه قوي. بقيت واقف كده، رحت جاي ثاني يوم بقى رحت قايلها. أقلده بقى، ما هي حلوة. أدام حاجة حلوة خلاص، ما يجراش حاجة. يا أبانا استغفر لنا. مثلا. فيعني ايه، الامه كلها امه واحده وامه على خير ان شاء الله، والخلاف ده خلاف قابل لانه يرتق وقابل انه هو يصلح، وحتى لو ما اتصلحش هو ميت على الاسلام واحنا ميتين على الاسلام الحمد لله، ونخلص بس ربنا يختم لنا بخاتمه السعاده. قوله وصلاه الاستسقاء مسنونه اي مؤكده، وانما لم يقل الشارح مؤكده لعلم ذلك من طلب الجماعة فيها،
وفي بعض النسخ سنة مؤكدة، ومحل كونها سنة مؤكدة ما لم يأمر بها الإمام وإلا واجبت، هي سنة مؤكدة. طب افرض الإمام أمر الناس أن يجتمعوا يوم كذا يصلوا صارت واجبة بأمر الإمام، يبقى صارت واجبة بأمر الإمام أو ما ينوبه أو عمدة القرية. تصدق بقى لو في قرية صغيرة كده وبتعاني من الجفاف وقال عمدة أو الشيخ الغفر وقال للناس يا جماعة اجتمعوا وصلوا استسقاء لعل ربنا بس يجبر خاطرنا وخلاص وجبت. أو إمام مسجد ما هو نائب، أصل إمام المسجد ده نائب عن الحاكم، واخد بالك، في مكانه، أو المفتي أو شيخ الأزهر في مصر أو شيء من هذا، كل دول وجبت وجبت في الحالة دي، يبقى لازم حضوره. أيوه، لأن أنت مأمور، ما هو طاعة الإمام واجبة، طاعة الإمام حكمها إيه؟ الشرعي، واجبة. لما تقرأ باب الإمامة، ما هو باب الإمامة ده باب في الفقه برضه زي باب الصلاة وباب الاستسقاء، في باب اسمه باب الإمامة، واخد بالك، الطاعة فيه واجبة طالما لم يأمر بإيه؟ بفسق أو فجر أو ما يخالف صريح الإسلام، يبقى طاعته واجبة. وعشان كده بيقول لك وإلا وجبت فيحرم بها، يحرم بها يعني بالصلاة دي بنية صلاة الاستسقاء، ويدخل وقتها للمنفرد بإرادة فعلها. افرض واحد هو بس اللي عنده جفاف مثلا، زي سيدنا أنس بن مالك، كان عنده عزبة كبيرة في الكوفة وكان محتاج إنها تتروي والمطر اتأخر، فراح قاعد في العزبة بتاعته الأرض بتاعته قاعد يصلي استسقاء ويقول للخادم بتاعه يا يعني ايه ابقى لاحظ، انا هصلي ولاحظ لما يجي المطر او السحاب اديني علامه. فلقعد يصلي يصلي، وبعد ما خلص صلاه بصوا لقوا المطر نازل على حدود ارض سيدنا انس بس، ومعروفه الحكايه دي عن سيدنا انس. فممكن يعني حتى ان تعملها فرض، افرض انت اللي محتاج الميه دي في ارضك انت، والارض اللي حواليك دقين فيها ماسوره مثلا وجايبين ميه من بطن الارض بيرووا ويزرعوهم، وانت ما عندكش، جيت جبت المياه الجوفيه، قال لك لا انت ما عندكش مياه جوفيه ولا تعرف تدق ترومبه ولا تعرف تعمل حاجه، وزرعك بيعتمد على مطر واللي جنبك مش معتمد على المطر، وانت اصبحت في الخمس ست فدادين دول محتاج ميه. ممكن تصليها فرادى منفرد ما فيهاش حاجه، لان ربنا فضله واسع. احنا ساعات تلاقي المطر عندنا في المقطم منها تنزل المنزل على صلاح ما تلاقيش مطر، يعني تلاقي بقعة وبقعة تانية ما فيهاش مطر، بتحصل يعني. وعشان كده يدخل وقتها للمنفرد بإرادة فعلها، وللجماعة باجتماعهم باجتماع غالبهم كما مر. قول لمقيم ومسافر أي وحر ورقيق بالغ وغيره، وذكر وأنثى وجماعة وفرادة. قول عند الحاجة أي خرج بذلك ما لم تكن حاجة، فلا تجوز صلاة الاستسقاء بل ولا تصح كما قرره الحفناوي، يعني المية كتيرة ومش محتاجين حاجة والناس كلها في رغد عايش، وبعدين يقول الناس تعالوا نصلي استسقاء، ملهاش لازم، صلوا أي حاجة تانية ملهاش حاجة. قول من انقطاع أي من أجل انقطاع، فمن تعليلية للحاجة وليست بيانية، لأن الحاجة ليست هي الانقطاع، يعني من انقطاع أي لأجل انقطاع، عايز يقول لك كده، من مش بيانية، دي تعليلية، يعني لأجل انقطاع المائية. لأن الحاجة ليست هي انقطاع الماء، قد ينقطع الماء وأنت مش محتاجه، عندك مخزون. زي عندنا احنا هنا بحيرة ناصر، فيها مخزون، ما يجيش فيضان، ما يجراش حاجة، احنا عندنا مخزون يكفينا عدة سنوات. فهمتني؟ يبقى من هنا أي لأجل انقطاع، وليس من بيانية أي أن الانقطاع هو السبب، لا، ده الحاجة هي السبب. فهمت الفرق؟ من قد تكون بيانية وقد تكون تعليلية، وهنا تعليلية وليست بيانية. وقول غيث أي مطر، وقول أو عين ماء عطف على غيث، فانقطاع مسلط عليه، وقول ونحو ذلك أي كملوحة ماء بعد عذوبته وقلته بعد كثرته، وتوقف النيل في ايام زيادته. فائده، الشيخ البيجوري كل شويه يجيب لك فائده كده ظريفه ملهاش علاقه بالموضوع، يعني حاجه كده زي ما تقول الموضوع ده فكروا بحاجه، فيجيب لك حاجه كده فائده ظريفه. بيقول اول ما خلق الله المياه
كانت كلها حلوة. يعني لما نزل سيدنا آدم على الأرض كانت كل المية حلوة عذبة، يشرب من أي حاجة عذبة. وكان الشجر لا شوك فيه، وكانت الوحوش تجتمع بالإنسان وتأنس به، كل الوحوش أليفة زي القطط كده، يجي الكلب ينام جنب البني آدم، ويجي القطة تنام جنبه، والنمر ينام جنبه، عادي خالص مفيش مشاكل، زي كأنها قطة معدية. وكانت وتأنس به. فلما قتل قابيل هابيل ملحت المياه إلا ما قل، ونبت الشوك وهربت الوحوش من الإنسان، وقالت الذي يقتل أخاه لا يؤمن، فبقت تخاف منه الوحوش. دي البداية، بداية الشؤم. يعني تقدر تحلف على الموضوع ده؟ ما نقدرش، لكن ده حاجات من الملح، ربما، ما فيش ما يمنع، ربما عقلا وردت هذه الأخبار، لكن عندنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش، فما نقدرش نحلف انها غلط ولا نحلف انها صح، لكن نقراها كده من الملح، جميلة حلو نحكيها كده، نقراش حاجة، لكن نعتقد فيها الله أعلم، لكن لا بأس بها، مش إشكال. قول وتعاد زي ما كان معروف برضو ان ما فيش حاجة اسمها طعام يحمض خالص، لما لحد ما انزل سيدنا ربنا سبحانه وتعالى على بني اسرائيل المن والسلوى، فابتدوا يخزنوا الطعام خايفين لحسن ما ينزلش تاني، فراح ربنا سبحانه وتعالى لما خزنوا الطعام ضربهم بحمضان الطعام، بقى الطعام يفسد. لكن لو كانوا سكتوا وياخدوا رزقهم اول باول يوم بيوم وكده وما يخزنوش، يفضل الطعام ما يفسدش. يبقى ربنا عاقبهم، قال لهم انتوا بتخزنوا يعني مش واثقين فيا ان انا ارزقكم قوت بقوت ووجبه بوجبه، طيب انا هفسد لكم بقى ايه؟ فضرب على الطعام. وارد الحاجات دي معروفه يعني. ففي حاجات كثيره معروفه، بيقول لك اذا حدثك اهل الكتاب بشيء لا تصدق ولا تجذب. يعني تعتبر زي ما تقول ثقافه كده، معلومات حلوه يعني، تتقال كده للاطفال وتقال للشباب وتتقال كده في الملح والنوادر، ما فيش مانع، لكنها ظريفة حلو. قول وتعاد أي تكرر، أي بالكيفية الآتية من الصوم وغيره، إن لم تشتد الحاجة إليها، وإلا أعيدت الصلاة وحدها. يعني الأفراد محتاجين على طول، مش كل شوية بقى أقول لهم عودوا صوموا ثلاثة أيام ونتقابل اليوم الرابع، الناس محتاجة، يبقى نعيدها على طول كويس. فإن سقوا قبلها، طب افرض احنا اتفقنا اننا هنجتمع بكرة لصلاة الاستسقاء، بكرة الصبح بعد صلاة الضحى مثلا، الإمام قال لنا كده نجتمع في مسجد عمرو بن العاص الساعة 10 الصبح لصلاة الاستسقاء، علشان على ما نخلصها يدن الظهر ونصلي الظهر ونروح. حلو يا إمام، حاضر. جينا بالليل 12 بالليل، السماء رخت والحكاية تمام، سقينا تماما. يستحب أن يجتمعوا برضو، إن لم يكن طلب سقيا فللشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. خدت بالك؟ فإن سقوا قبلها اجتمعوا للشكر، لشكر ودعاء، وصلوا وخطب لهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن سقوا فيها، طب افرض ايه نزل المطر واحنا في الصلاة، نكمل الصلاة بقى؟ مش نقول يلا بركة يا جامع ونجري، ما ينفع، يبقى نكمل صلاتنا بقى. يبقى لو سقينا قبلها نجتمع للشكر، وإن سقينا أثناءها نتمها. واضح؟ قول فيأمرهم إلى آخره، أي إذا أردت بيان كيفية ذلك فأقول لك يأمرهم. قول ونحو أي كالقاضي اللي هو الإمام ونحو يعني، كالقاضي العام الولاية اللي هو زي وزير العدل الوقتي، وذي الشوكة المطاع في البلاد التي لا إمام فيها. افرض الناس قاعدين كده في حته من الحتت البعيده في مكان بعيد في الصحراء كده، وليهم زعيم قبيله، هو ده يعتبر بقى الزعيم بتاعهم، هو ده الامام بتاعهم، فقال لهم يلا صلوا، حاضر نصلي الاستسقاء. وذي الشوكه المطاع في البلاد التي لا امام فيها، فلذلك قال ونحوه، ولم يقل ونائبه. وبهذا يجاب عن قول بعضهم لو قال نائبي لكان اولى واظهر. قول يأمرهم إيه بالتوبة، هي لغة الرجوع من تاب إذا رجع، وشرعا الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه، فأركانها ثلاثة. الإنسان أصله حقيقته كده
عبارة عن ايه وجوده في الدنيا ده؟ ماضي وحاضر ومستقبل. شو ده الانسان؟ هو الانسان كده زمن، فترته في الدنيا زمن، عمره في الدنيا زمن. فالتوبة بتشمل الايه؟ كل ايه أزمنة الانسان، تشمل الندم على ما فات ادي الماضي، والاقلاع عن الذنب في الحال يبقى ده ايه؟ الزمن الحال، وتشمل المستقبل وهو العزم على عدم العودة، يبقى تشمل الأزمنة كلها. يبقى التوبة بتشمل أزمنة الإنسان كلها، الندم فيما مضى، والإقلاع في الحال، والعزم في المستقبل على عدم العودة، يبقى شملت كل إيه؟ أزمنة الإنسان. فأركانها ثلاثة، فإن كان الذنب متعلقا بحق آدمي فلا بد من البراءة منه بأداء أو إبراء، ويشترط ألا يغرغر عشان تقبل التوبة، يشترط ألا يغرغر وألا تطلع الشمس من مغربها، اللي هي علامات إيه؟ عدم قبول التوبة، الغرغرة أو إيه؟ زي أو رؤية العذاب اللي هو موعود من الأنبياء، لما الأنبياء توعد الناس بعذاب وينزل العذاب، عارف لو شافوا علامات العذاب وامنوا يستفيدوا زي قوم يونس، لكن لو ابتدى بقى العذاب ينزل وجم يؤمنوا ما ينفعهمش، زي فرعون قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، لما شاف بقى الميه جايه هتطبق عليه ما ينفعش، يقوم ربنا يقول له الان وقد عصيت قبل وكنت من الايه؟ من المفسدين. خدت بالك؟ يبقى التوبه تقبل ما لم تغرغر او ما لم تطلع الشمس من مغربها. قول ويلزمهم امتثال امره، فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه من مسنون وكذا مباح، ان كان فيه مصلحه عامه، يعني المباح اللي فيه مصلحه عامه بامر الامام يصير واجب طالما فيه مصلحه عامه. خدت بالك؟ طالما في المباح. والواجب يتاكد وجوبه. طب والواجب؟ امرنا بواجب، قال لنا اقيموا الصلاه، حافظوا على صلواتكم يا مسلمين. طب ما هي ما احنا مامورين بيها، دي واجبه. يبقى يتاكد وجوبه بامره به. ومن هنا يعلم انه اذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الان وجب عليهم طاعته. الظاهر كان الامام بتاعهم ايام الشيخ البيجوري ايه، كان بيؤمر النائب بتاعه يمر في الشوارع والحواري وبتاع ينادي يا اهل مصر المحروسه ممنوع الدخان في الشوارع، ممنوع الدخان في الاماكن العامه، ممنوع. فيقول لك يبقى يصير واجب هذا، يبقى لو دخنوا في الاماكن العامه وفي الشوارع يحرم. خدت بالك؟ ده بامر الايه؟ الامام. احنا عندنا قانون بيحث على عدم التدخين، يبقى برضه اللي بيدخن ياثم شرعا لان الامام هو حكم بيه. لكن الناس مش فاهمه الحكايه دي، يقول لك يا عم حكام يا عم احنا مالنا بيهم، اللي مالنا بيهم؟ ما انت عايش تحت كنفهم، فلازم تسمع كلامهم في ايه؟ في الامور اللي فيها مصلحتك. ومن هنا يعلم انه اذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الان وجب عليهم طاعته. وقد وقع سابقا من نائب السلطان انه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخالف الناس امره فهم عصاه الى الان على اعتقاد ان شرب الدخان كان مباح. في مذهب الشيخ البيجوري كان شرب الدخان مباح، فجاء الحاكم امر بعدم شربه على اعتقاده. في الزمان كان العلماء بيفتكروه مباح لان لم يثبت ضرره، بعد ما ثبت ضرره في عصرنا صار محرما للضرر. كويس؟ فبيقول هنا فخالف الناس امره فهم عصاة الى الان الا من شربه في البيت فليس بعاص على اعتقاد انه ايه؟ مباح. احنا دلوقتي بنقول انه هو ضار يبقى حرام في البيت وفي غيره. وكان زمانا ما نسأل مشايخنا اللي حرموا التدخين قالوا هو حرام من الصغائر وليس من الكبائر. وبعدين استنتجت انا مؤخرا، وطبعا لا ألزمكم برأيي، لكن انا استنتجتها انه من الكبائر. ليه؟ لان في حاجة اسمها التدخين السلبي، لما الانسان بيدخن اللي حواليه بينضره، اللي قاعدين حواليه ينضره ضرر بالغ اشد منه، اشد من المدخن نفسه. لأن اللي بيدخن سلبي ده قد يكون طفل بيلعب وبينهج، فياخد يروح مدخن لحد كل رئته تتملي دخان. وأنت يا مدخن بتاخده بحساب وما تدخلوش كل رئتك ومن خلال فلتر. يبقى أنت حامي نفسك أكتر من الطفل اللي بيلعب حواليك ده. والمرأة. والناس غير مدخنين بيتنفسوا بطريقة مستريحة عادية،
فيروح مالي صدره كله. عشان كده المدخن السلبي اشد ضررا من التدخين من ايه؟ من المدخن الايجابي. ده الطب اثبت هذا يقينا. ويبقى اللي جنبيه دول اسمهم ايه؟ جيرانه، مش كده برضو؟ مش جيرانه؟ لانهم مجاورين وعايشين معاه. والرسول بيقول ايه؟ لا يدخل الجنه من لا يامن جاره ايه؟ بوائقه. لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. طيب وإذاء الجار من الكبائر ولا من الصغائر؟ من الكبائر باجماع الامه. والتدخين يؤذي الجار ولا ما يؤذيش؟ يؤذي الجار، يبقى صار من الكبائر. شفت الدليل؟ حلو. ولم يقل انه من الكبائر غيري في هذا العصر. اه انا بقول لك الحقيقه، يمكن عشان انا طبيب متحيز شويه ما يجراش حاجه. لكن على اي حال هناك من قال انه من الكبائر في مسجد الاشراف. فتتقوا الله في المدخنين، يتقوا الله، ان لم يتقوا الله في انفسهم يتقوا الله حتى في اولادهم وفي اصدقائهم وفي زوجاتهم وفي جيرانهم. حرام عليهم اللي بيحصل. انا بتجيلي والله نساء عندهم التهاب وانسداد في الشرايين ناتج عن التدخين، مرض اسمه بيرجر، لا يحدث الا للمدخنين، ينتهي بقطع الرجل وبترها فوق الركبه. وتيجي الست تقول لي عمري ما دخنت يا دكتور. يا ستي ده انت شرايينك مسدوده يا سده رهيبه، انت اكيد بتدخني. عمري والله. انت متجوزه؟ اه. متجوزه بقالك كام سنه؟ 20 سنه. جوزك مدخن؟ قالت لي اه. خلاص تبقى مدخن. فجالها مرض المدخنين وهي عمرها ما دخنت. شفت قد ايه بقى؟ وهو يقعد يدخن ومراته يتقطع رجلها. اه والله، والله عملتها كتير. وما يرضاش يبطل التدخين. مدخلين مراته يقطع لها رجلها ومش راضي يبطل التدخين. حاجه غريبه الشكل. في البيت حتى مش عايز يبطل التدخين. واعرف انا راجل كده. هددها قال لها هطلقك. وعيانة اسمها نهلة عندها 43 سنة. قلت لها يا بنتي كده حرام عليكي. كل شتوية تجيلي صوابعها دي ورمة قد كده وسودة وأطراف منها تسود ونشيلها لها ونديها علاجي ب 500 جنيه على ما يعدي الشتاء يا دوب تاخد نفسها تتحسن شوية. يجي الشتاء اللي بعده نفس القصة. وجوزها يعني لا يتنفس الهواء الجوي. هو عود كبريت واحد يولعه الصبح وبعد كده السيجارة من السيجارة لحد ما ينام بالليل. واول ما يصحى وهو مغمض كده يحسس على الكومودينو يجيب العلبه يولعها. حاجه غريبه الشكل. وجالي وفهمته وقلت له مفيش فايده. درجه لما ضغطت عليه قالت لي يا دكتور ما تقولوش بقى لحسن ده هددني انه هيطلقني. حاضر يا بنتي ما جراش حاجه، نقطع رجلك وما تتطلقيش، ما جراش حاجه. فحرام عليهم اللي بيحصل ده. انا عندي طفل جاي لي اسمه، جاي لي النهارده عمليته بعد بكره. عنده 10 سنوات. اسمه كيرولوس. من بلد اسمها دهشور، مسيحي. هذا الطفل اللي عنده 10 سنوات ده جاي بتمدد في الشريان الحرقفي اللي تحت الاورطه جوه بطنه. الحرقفي الايمن. بسال ابوه يمكن عنده مشكله، كان المرض ده قديم مشهور في كتب الطب مكتوب زمان قبل مرحله المضادات الحيويه لما يحصل التهاب في جدار القلب، حاجه بيسموها اندوكاردايتس، يعني التهاب في جدار القلب نفسه. من جوه ميكروب فيقوم يعمل شويه جلطات فيها ميكروب، الجلطات دي تنفصل تجري في الدم تروح في اي حته تقوم تعمل تقيح في جدار الشريان يتمدد كده ويكبر ويعمل زي الكوره وبعد كده ينفجر ويعمل نزيف ويموت العيان. كان المرض ده مشهور قبل موضوع ايه؟ المضادات الحيويه في المرحله اللي هو قبل. لما كثرت المضادات الحيويه انا بقالي مثلا 30 سنه بشتغل في الجراحه ما شفتش الحالات دي خلاص، لان المضادات الحيويه كتيره وما بقاش المرض الاندوكاردايتس ده نادر. فانا قلت ده واد جاي لي من الارياف يمكن عنده اندوكاردايتس بقى. عملت له موجات صوتيه على القلب وعملت له لعبت كل الالعاب زي ما بيقول عشان اشوف بس جاي له منين دي، اصل سن 10 سنين يعني صعب ان يجي له مرض زي ده. عملت له كل حاجه سليمه. فجيت اسال ابوه بقى بعد ما حيرت ابوه معايا بقاله اسبوع رايح جاي عند الاشعاعات وعند مش عارف ايه عشان بس اشوف الواد عنده ايه، يمكن عنده متعدد في اماكن مختلفه. ما عرفتش. فبقول لابوه يا ابو كيرولوس اسمه رضا نجار انت بتدخن؟ قال لي اه. تشرب كم سيجاره في اليوم؟ 40 يا بيه. من كم سنه؟ من 20 سنه من وانا صغير. عندك كم عيل؟ 5 عيال. الواد كيرولوس ده نمره كام؟ نمره 4. يا فالح
بطل تدخين يا مجرم بقى، يبقى انت السبب. طلع الواد ده هو عنده مرض رهيب بسبب التدخين من ابوه، لان الواد ده طلع بيدخن وهو جنين في بطن امه. تصور بقى، لان امه قاعده بتشم من جوزها وهي حامل، يروح الدخان في جسم الواد ده وشرايينه بتتخلق تطلع معطوبه. شفت قد ايه التدخين؟ وفي الاخر يقول لك اصله حرام من الصغائر. صغائر ايه يا عمي؟ الواد ده ممكن يموت في العمليه، عمليه خطيره كبيره عليه وممكن يموت فيها، وممكن لو ما ماتش هنركب له شريان، الشريان ده اللي هنركبه صناعي في سن 10 سنين مش هينمو معاه، لان ما اعرفش اركب له شريان واسع، لو شريان اوسع من حجمه هتبقى ازمه. ما هو ده عامل لي ازمه الواد ده، لو ركبته بالمقاس المناسب فالواد اما يكبر هيبقى ده ضيق عليه لانه مش هينمو زي بقيه جسمه. يعني الواد ده ان شاء الله كده على سن 30 سنه لو عاش كمان هينتهي بتر فوق الركبه في يوم من الايام. يبقى كل ده بسبب ايه؟ بسبب التدخين. ايه رايك بقى نعمل اعلان وبرنامج ونجيب الواد كيرلس ده ونعمل له كده علشان الناس تعرف بس المصايب اللي بيعملوها في اولادهم؟ ده انا بيجي لي رجاله ومعاها زوجته تقول لي ده بيحكم عليا كل يوم اوضب له الجوزه والشيشه في البيت، في البيت، ويقعد كده لمم عياله حواليه على الكنبه ويشرب الشيشه ويتفرج على المسلسل الملك فاروق. يقعد بقى ياخد ويعكر المنطقه بحالها، وابنه اللي بيحبي بيدخن معاه، وبنته الصغيره اللي في كي جي 1 بتدخن معاه، والدنيا، ويجي الشتاء قفله عشان احنا نبقى دفيانين، والكل يشم السموم. مصايب بتحصل في البلد، فربنا ينجينا. فليس بعاص هنا على اعتبار ان التدخين كان عند العلماء في القديم من 250 سنة انه مش ضار، مباح، لانه ده نبات ما كانوش عارفين ضرره، لانه لم ينادي على عدم شربه في البيت ايضا. ولو رجع الامام عما امر لم يسقط الوجوب، ولا يجب على الامام بامره شيء لبعد ان يوجب الشخص على نفسه شيئا. يعني الامام لو امر الرعيه بشيء يجب عليه ما امر به الرعيه؟ قال لك لا، لا يجب على الامام ما امر به الرعيه، لان لبعد ان يوجب الانسان على نفسه شيء. يبقى الرعيه بقى واجب عليهم، لكن هو لا، مع ان هو الامر. كويس؟ ما هو ده نذر، هو مش نذر، ده هو بيامر الرعيه، ما قالش لله علي الا افعل، ده بيقول للرعيه اعملوا كذا. خدت بالك؟ ما هو هنا النذر، لكن احنا مش في مساله نذر هنا، احنا في مساله ان الامام امر الناس اعملوا كذا، هل امره للناس ده اللي بيحكمهم يبقى واجب عليه؟ فهمتني ازاي؟ هي دي مساله، مش مساله نذر، دي النذر دي مساله اخرى. النذر بيقول لله علي الا افعل كذا او افعل كذا، يبقى بيوجب على نفسي هنا. هنا الامام مش بيوجب على، ده بيامر الرعيه. فهل امره للرعيه يقتضي الوجوب عليه؟ كمان قال لك لا، لا يقتضي الوجوب عليه، يبقى مش واجب عليه. فهمتني؟ دي المسألة. كما أفتى به النووي. ظاهره أنه متعلق إفتاء النووي لزوم امتثال أمره مطلقا، والذي أفاده ابن قاسم العبادي أن متعلقه سيرورة الصوم واجبا، ونص ويصير الصوم بأمره واجبا على من عداه، انتهى. فلعل الشارح نظر إلى عموم الحكم، وهو عموم الحكم أنه الأمر المباح يصير واجبا بأمر الحاكم إذا كان في مصلحة عامة. يبقى اللي يكسر إشارة المرور يأثم شرعا. ليه بقى؟ لأن بيقتضي عليها إن الحاكم أمر الناس تنظم مسيرها، لأن عدم وجود إشارات للمرور يقتضي زيادة نسبة حدوث الحوادث. فهمتني إزاي؟ فراح عمل إشارات وعمل أنوار ووقف له عسكري وبيديله مرتب علشان يمنعك انك تكسرها، وانت بقى فهلوي. ان شاء الله المصريين فهلوي، حرام تأثم. يعني كل مشوار بتكسر فيه اشارات المرور بتقع فيه، اتوب الى الله. انا رجل متخصص كسر الاشارات للاسف، اتوب الى الله من ذلك. واحيانا امشي عكس الاتجاه، نتوب الى الله من ذلك، فربنا يعني يعيننا على اننا نمتثل، لان احيانا برضو زحام الشوارع بيضطر الانسان ان يعمل حاجات ما تلقش بامثالي، لدرجه عسكري المرور يبقى شاب كده يقول لي يا عم الشيخ عيب على شيبتك. حاضر، اقول له حاضر يا ابني، حاضر. ما علي ولا ورايا، ده ساعات يبقى ما ورايش حاجه، لكن هو سلوك سيء.
فربنا نسأل الله ان هو يعني يتوب علينا منه جميعا. باخد بالك من الحاجات دي. لحسن تبقى ماشي. انا النهاردة مثلا كنت بصلي السنة وانا سايق. بصلي السنة وشغال في صلاة السنة. ولقيت نفسي اوتوماتيك بكسر الاشارة. فانا قلت ايه ده الجنان لله. بقى قاعد اقرأ قرآن وبصلي السنة وراجل كده قاعد محترم مع الله او ما اعمل كده. قلت يا رب توب علي بقى. الحياة في مصر اصلها بتعلمك احيانا انك تعمل حاجات ما تليقش. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما انها تعلمك ايضا مكارم الاخلاق. وهو التوكل والرضا بالقليل. واخد بالك. والصبر على الناس وعدم الطمع. مش كده برضو. والصبر على الظلم. حاجات جميلة برضو. يعني مكارم الاخلاق. جزاهم الله خير يعني وما بيربونا. يعني انت حولها لعبادة. حولها لعبادة عشان تبقى بجملة. فربنا ينجينا يا سيدي. والتوبة من الذنب واجبة امر الامام بها او لا. طبعا. لان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصر. توب او امر واجب اهو. خدت بالك؟ اي فامر الامام بها تأكيد لان الواجب يتأكد بامره. وتقدم انها تكون سنة في صور فتجب بامره فيها. يبقى احيانا التوبة تبقى سنة. هي واجبة. احيانا تبقى سنة. زي ما قلت لك واحد لسه جاي من الحج. نظيف. الحج يهدم ما كان قبله. هيجي يقول له توب. توب ايه بس؟ ما احنا لسه جايين يا عم الشيخ جايين اخر حلاوة اهو. او واحد لسه داخل في الاسلام جديد. فما عندوش لسه ذنوب. يبقى يسن في حقه هنا التوبة. واخد بالك؟ لان النبي كان لا يفعل الذنب وكان يتوب الى الله. يقول اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة. صلى الله عليه وسلم. وهو لا يفعل ذنب. او واحد يكون مثلا لسه بالغ الحلم. يبقى برضه ما عملش لسه معاصي. يبقى التوبة في حقه مسنونة وليست واجبة. لكن اللي زينا طول النهار قاعد يعك. التوبة في كل نفس مطلوب. لعل ربنا يتوب علينا فنتوب. طيب. والصدقة. يبقى يأمره بالصدقة كمان. فتجب الصدقة ونحوها كالعتق بأمره. بأمره يعني بأمر الإمام يعني. الصدقة ونحوها. ونحوها كالعتق. مثال يعني للصدقة. وينبغي أن يكتفي بأقل ما ينطلق عليه الاسم من ذلك. لما يجي الإمام يقول للناس تصدقوا. ما قالش حد معين. ما قال لهم مش تصدقوا بمبلغ معين. قال لهم تصدقوا يا أيها الناس. يبقى تجوز بأي حاجة. إن شاء الله تطلع جنيه. تبقى اسمك إيه؟ التزمت. فهمت؟ بشرط أن يكون فاضلا عما يعتبر في الفطرة. يعني عن قوت يومه. بشرط ان يبقى فاضل. لكن افرض مفيش في جيبه ولا الجنيه ده ومفيش في بيته اكل وده يا دوب هيجيب بيه عيش حفل عياله النهارده والامام قال لهم تصدقوا يبقى اول ما يتصدق تصدق على نفسه بقى يجيب برضه العيش بيه وياكل عياله وياكل معاهم. فهمتني ازاي؟ ما يجراش حاجه. لكن لا علشان يلتزم يبقى لازم يكون فاضلا عن قوت يومه. فهمت؟ هذا إن لم يعين الإمام قدرا. طب افرض قدرا معين في الصدقة يعني ما قالهمش تصدقوا بمبلغ كذا. فإن عينه لازم. إذا افرض الإمام قال لهم تصدقوا كل واحد يتصدق بعشرة جنيه أو بعشرين جنيه أي مبلغ لازم بشرط أن يفضل ذلك عن كفاية العمر بقى الغالب. وهذا هو المعتمد. يعني ايه كفاية العمر؟ الغالب العمر الغالب 63 سنة عند المسلمين بيعتبروه كده. اللي هو عمر النبي يعني صلى الله عليه وسلم. طيب انا راجل بيكفيني في الشهر 2000 جنيه. في الشهر. 2000 جنيه في الشهر في السنة 24000 جنيه. وانا عندي 50 سنة او 53 سنة. يعني انا فاضل لي في الاحتمال كده في الاحتمالات ممكن اموت دلوقتي 10 سنين كمان يبقى انا محتاج 240 الف شايلهم في البنك لان ده اللي يكفيني فتره عمري المحتمله. فيبقى لما يعين قدر معين لازم يبقى فائض عن ايه؟ عن كفايتي طول العمر ده. يبقى لما يقول لي طلع مثلا 200 جنيه وانا عندي 240 الف في البنك ما طلعهمش لان دول ما لكن عندي 250 ألف حاضر هطلع بقى هطلع. فهمت معنى الكلام؟ طيب.
وعشان كده كانوا زمان لما يجوا يدوا الزكاة يدوا الكفاية في العمر الغالب للفقير، يعني يغنيته العمر. يعني لا واحد شاب كده ما حلتوش حاجة، شاب عنده 20 سنة، يقول اه انت كده يكفيك مثلا 24,000 جنيه في السنة. طيب وانت عندك كام سنة يا ابني؟ 23، يعني عندك 40، عايز 40 سنة، 40 سنة في 24,000، يقعد يحسبها، يروح حاطط له 1,000,000 جنيه في البنك، بيقول له دي مش عايز اشوفك تاني في وسط الفقراء، خلاص يروح نقله نقله بقى غني، واخد بالك ازاي؟ ما يشوفوش تاني فقير لحد ما يموت بقى، يقوم ينتقل بعد كده. من كانوا زمان كده الزكاه كانت تنقل الفقير الى الغنى، لدرجه لما عملوا كده جم في فتره ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز ما لقوش فقير، بقت الاموال متكومه، اللي عايز يتجوز يجي مش لاقيين، طب اللي عايز مش ما فيش فقير، طب اللي عايز كمبيوتر نجيبه له، طب اللي عايز موبايل بكاميرا نجيب، ما فيش فايدة، كله مش محتاج حاجة، طب اللي عايز سيارة نجيبها له فول اوبشن، ما فيش، كله مبسوط اخر جمال. كانوا زمان يعني يقول اللي عايز فرس، فرس يعني سيارة فول اوبشن، واخد بالك؟ طب واللي عايز يتجوز، اللي عايز شقة على النيل او على النيلة او على الدجلة او على الفرات ما يجراش حاجة، مش لاقيين، كل الناس حلوة. ليه؟ لان كانت طريقة اعطاء الزكاة بالطريقة دي تنقل الفقير. تصور انت لو كل سنة بتنقل انت مثلا 1,000,000 واحد او 50 واحد او 100 واحد في القرية اللي انت فيها من الغنى للفقر، لازم هتوصل مرحلة معينة تلاقي القرية دي ولا فقير فيها، وبعد شوية المحافظة دي ولا فقير فيها، وبعد شوية وجه بحري ده كله ما فيهوش ولا فقير، بعد وجه بإبلي كله ولا فقير، بعد كده خلاص مفيش فقر، اتحلت مشكلة الفقر. فهمتني بقى الطريقة؟ الحكايه دي تتاتى امتى؟ لو جمعنا زكوات الناس كلها في بيت مال للمسلمين، تقوم يبقى عندنا مليارات. ما يبقى عندنا مليارات سهله قوي، يجي لك الشاب يقدم لك، تروح تدي له شيك على طول من المليارات دي. ده ياخد له 250,000، ده ياخد له 100,000، ده ياخد له 200,000، ده 300,000، ده 400,000. خلاص نقلتهم، نقلت ده، نقلت ده، نقلت ده، خلصت. ودي ولا تعمل حاجه في وسط المليارات اللي عندك، لانها بتتجمع لك من اموال المسلمين في جميع الجهات البلد، خدت بالك؟ الدولة اللي انت فيها. فتصور انت اهل المليارات في مصر لو خدنا منهم زكواتهم كلها في وعاء واحد، تقدر تحل مشكلة حتى العيال اللي بتهاجر دي غلابة من الفقر وتموت. والقضية مش قضية ده منتحر ولا مش منتحر، بقدر ما هي قضية انه ده اصلا اللي خرجوا فقره. فهمتني ازاي؟ هو اللي خرجوا فقره اساسا، فالقضية قضية فقر اصلا، هو دي اللي خليته جازف، او قضية ان هو مش عايز يبذل مجهود في بلده، لكن عايز يشتغل خدام في اوروبا ولا يشتغل في بلده اي حاجه. فبرضه دي قضيه ثانيه، ما عندوش انتماء، ما ترباش على الانتماء، دي قضايا بقى عايزه تتعالج، بتوع علماء الاجتماع يقعدوا يدرسوها. ليه المصري بره بلده بيشتغل ليل نهار وجوه بلده تنبل؟ دي عايزه تدرس. يقول لك اصل الاجور في مصر قليله، ما انت ساعات بتروح في ايطاليا يديك الفتات لان ورقك مش مظبوط، وبالرغم انك بتشتغل ليل نهار وانت بتاخد اجور قليله برضه وبيصبر. ليه المصري اول ما يخرج بره حدود مصر ويتنفس هواء غير هواء مصر، جمهورية مصر العربية، بيتحل فيه الهمة في العمل ولو بأجور قليلة؟ دي عايزة تدرس، دي مسألة بقى تانية عايزة تدرس. علماء الاجتماع وعلماء النفس بقى يقعدوا يمدوا ايديهم بقى ويعملوا لنا ابحاث بقى ويشوفوا لنا ايه اللي جرى في فيروس بيصيب المصريين بعدم الهمة في بلادهم، بيشربوه في مية النيل ولا ايه بالظبط؟ فدي قضايا تانية عايزة تتناقش بقى، غير قضية اننا ندخل سيدنا المفتي في مسألة ايه، ان هو افتى ان هم منتحرين وافتى. طيب ما هو لما الحاكم يقول ان دي هجرة غير شرعية وجب التزام امره، وطالما وجب التزام امره يبقى الخروج عن امر الحاكم خطأ وحرام ومن الكبائر، فاذا جازف بعمره يبقى كأنه منتحر. ما هو كلام الشيخ مبني على كده، مبني على التزام امر الحاكم، لان الحاكم ده هدفه ان هو ينظم الحياه كانه بالنسبه للناس كالاب بالنسبه للاسره. فهمتني؟ فالقضيه ما بقتش اننا بقى ايه كل تليفون الوقت في البرامج اللي بيناقشوا قالوا انا بستغرب فضيله المفتي ليه بيقول كده. لا مش في قضيه فضيله المفتي، امبارح والله سمعت ابوي من الحكايه دي، واحده قاعده بتتهجم على فضيله المفتي، ما تجيش من دور بناته اللي رباها، وبتقول انا عايزاه يتقي الله. يتقي الله في ايه بس؟ انت ايه فهمك انت المفتي اصلا افتى بناء على ايه؟
حكام السلطة، علماء السلطة، تقول عليه كده، تقول على المفتي علماء السلطة، وتقول عليه بيفتي من أجل إرضاء الحاكم، وتقول عليه أنا عايزاه يتقي الله، في يوم من الأيام هيقف قدام ربنا هيقول له إيه؟ تصور التجرؤ على الناس بسبب الجهل. وخرجنا من القضية الأصلية وهي قضية الفقر وعدم الرضا بالواقع وعدم الهمة في العمل إلى قضية أخرى، وبعدين قضية أخرى هي مخالفة أمر الحاكم، وإلى قضية تانية مش عاجبينهم فتوى المفتي، كأن المفتي هو السبب في هجرة الشباب ده. حاجة غريبة الشكل. فربنا ينجينا يا سيدي. وعلشان كده بيقول لك فإن عينه لزم بشرط أن يفضل ذلك عن كفاية العمر الغالب، هذا هو المعتمد. ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر به، أو في أحد خصال الكفارة، أحد خصال الكفارة اللي هي العتق أو إيه، أو الكسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين، أدي خصال الكفارة، أو في أحد خصال الكفارة قدر بها، قدر بأحد خصال الكفارة، وإن زاد على ذلك لم يجب، يعني لا يجب فوق أعلى حاجة أوجبها الشرع. فهمتني إزاي؟ يعني الحاكم قال تصدقوا ب1000 جنيه، نقوم نقول إيه؟ إن خصال الكفارة فيها العتق أو الإطعام أو الكسوة. طب العتق الرقبة بكام؟ أيام ما كان في رقاب، أرخص رقبة بكام؟ يقول لك أرخص رقبة ب5000 جنيه، بس كتيرة دي برضه. كتير على الناس ان انا اوجب عليهم 5000 جنيه صدقه كل واحد. طب ايه الخصله الثانيه؟ يطعم 10 مساكين بكام ده؟ يتكلف حوالي 100 جنيه، يعني كل مسكين يجيب له وجبه ب 10 جنيه كده حلوه كده من عند كنتاكي ولا من عند فترايد مش عارف تشيكن والحاجات دي، كوك دور حاجات، او مؤمن ما يجيبش حاجه، مؤمن حلو برضه عشان اسمه جميل، يعني اي حاجه من اما نجيب له وجبه ب 10 جنيه حلو، يعني هتطعم 10 مساكين بوجبه ب 10 جنيه يعني ب 100 جنيه. ادي احد خصال الكفايه، ما تزودش بقى عن 100 جنيه. فهمتني؟ ادي معنى كلام الشيخ، يعني عايز يفهمك ان لما يعين تقوم تقيسها على هذه ايه؟ الحدود. او كسوتهم. طب كسوتهم دول يعني مش شرط ان انا اجيب له بدله بكرافته بجزمه بشراب بكله. لو هجيب لكل واحد شراب يبقى اسمي كسيته. لو هجيب لكل واحد فلينه داخليه اسمي كسيته. كلسون كسيته، جبت له طاقيه كسيته. الكسوه اي حاجه يطلق عليها كسوه تنفع. يعني ممكن اجيب مثلا 10 شرابات واروح موزعهم على عساكر المرور كل واحد شراب وانا ماشي، يبقى اسم كاسيت 10 مساكين كفاره يمين. طبعا ادي فردتين لان على عساكر بتوعنا برجلين اتنين، مش ادي له فرده واحده، وانت عايزهم مقطوعي الرجل هم مدخنين. طيب كان زمان ايام ما كان الناس بتلبس طواقي او طرابيش، يقول لك لو جاب 10 طرابيش يبقى كساهم، 10 طواقي كساهم، 10 عمائم كساهم، 10 شيلان كساهم، اي حاجة من دي اسمها كسوة. يعني مش شرط الكسوة تخطر في بالك ان لازم تجيب له يعني طقم كامل، لا. وان زاد على ذلك لم يجب. ويعتبر العتق بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في احدهما، يعني من اجل الحج او الكفارة لزمه اعتاقه. قوله والخروج من المظالم عطف على التوبة من عدم من عطف الجزء على الكل، لأنه من جملة أركان التوبة، لأن ذكره بخصوص لكن ذكره بخصوص اهتماما به. ومصالحة الأعداء أي في عداوة لغير الله تعالى، أما العداوة لله تعالى فلا بأس بها لأن هجر الفاسق مطلوب، ودي برضو عايزة تتناقش. هجر الفاسق مطلوب في بدعته فقط مش في شخصه كله، لأن لا يحل هجر المسلم فوق 3، والفسق لا يخرجه عن الإسلام، ودي حتة مهمة تاخد بالك منها، لأن الناس بتقرأ كتب الفقه ما بتفهمش كلام العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل أن تهجر أخاك فوق 3، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والفسق لا يخرجه عن إيه؟ عن الإسلام، فهو ما زال أخوك. فهمتني؟ فيبقى هجر الفاسق يكون في بدعته بس، أن يهجره في بدعته بس، يعني ما مشيش معاه وهو ترك الصلاة وقت الصلاة، الأذان شغال وهو مش هيدخل الجامع،
اهجره انا بقى لحد ما ادخل الجامع، وبعد ما اخرج من الجامع اطلع وانصحه. انما انا لو هجرته هنصحه امتى؟ لو خصمته هنصحه امتى؟ قطعت العلاقه اللي بيني وبينه، وده ما ينفعش. وعشان كده انا انصحكم بقراءه كتيب صغير الحجم اللي انه كثير الفائده للسيد عبد الصديق الغماري، مسميه بان الهجر بدعه شركيه، اسمه كده اخره، اخر الاسم، لكن هجيبه لك بالظبط لان الكتاب عندي انا قريته من 20 سنه. في مكتبه القاهره، هو اخره ان الهجر بدعه شركيه. الهجر بدعه شركيه. يعني بدعه تؤدي الى ايه؟ العداوه التي تؤدي بعد ذلك الى ان الفاسق قد يكفر. مش يرجع لحظيره الاسلام. واخد بالك؟ فالكتاب مطبوع في مكتبه القاهره. في الصناديقية. ونفس الشيخ عبد الله مؤلف الكتاب ده بيرد على نفسه، لانه كان مؤلف قبليه بعشر سنين كتاب في وجوب هجران اهل المعاصي. هو نفسه مؤلف كتاب في، والكتابين مطبوعين على فكره. ممكن تجيب ده الاولاني اللي بيجيب لك ادله وجوب هجران اهل المعاصي، ثم تجيب الكتاب الثاني اللي بيبين خطا هذا الاجتهاد. فهمتني ازاي؟ حتى تتعلم ازاي العلماء بيراجعوا نفسهم. والاثنين مطبوعين، الاولاني في وجوب هجران اهل المعاصي، والثاني في ان الهجر بدعه شركيه. جيب الكتابين في مكتبه الصناديقيه، وانا عندي الكتابين يعني جايبهم من حوالي ايام ما كان بيتباع الكتاب بربع جنيه وب 15 قرش، حاجات كده يعني اسعار رمزيه. كنت اروح اجيب شويه كتب قد كده، الحساب كام يا عم؟ يقول لي 3 جنيه وربع، حاجات كده يعني غريبه الشكل. يلا الحمد لله. ومصالحة الأعداء من جملة الخروج من المظالم نص عليه اهتماما به، وصيام 3 أيام. نقف هنا، نقف هنا، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا وفقنا. يبقى أنتوا الواجب عليكم الأسبوع ده تقروا إيه؟ الكتيب بتاع السيد عبد الله ده، هتنبسط منه قوي. أنا حتى هراجعه لأن أنا قريته من 20 سنة، أنا ناسي قلت إيه. هو كتاب حوالي 20-30 صفحة، لكنه جميل. يعني في أدلة فقهية، في أصولية، أدلة لغوية، فيها أحاديث نبوية، فيها رد على آراء العلماء وتجميع العلماء اللي قالوا بتاع فلان قال كذا وفلان قال كذا، فهيوفر عليك البحث في كتب كثير. فهو كتاب جميل يعني تقرأه إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على